الأسئلة، فنحن مستمرون في مؤازرتكم سواء هنا على المستوى المركزي أو بواسطة فروعنا في كل المدن الأخرى، وتحية لكم. دور خصنا نديرو عمل مشترك، عمل محتوي في هذا الملف بصيغة من السياق كله كيفاش صرف. وبالتالي فهذا بما أن الجمعية هي اللي دارت هذه المبادرة، وتحية على تغطية هذا المهرجان الخطابي اللي من خلاله كيتبين على أنه كل القوى الحية، كل القوى المناضلة النقابية منها والسياسية والجمعوية والحقوقية هي مع مطالب طلبة كليات الطب والصيدلة. هذه الرسالة. الرسالة الثانية، المسؤولون الحكوميون من واجبهم لما تحملوا المسؤوليات على أنهم يجلسوا إلى طاولة الحوار مع هذا الطلبة. هذا الطلبة هم المعنيين الأساسيين بالقرارات اللي كتهم كليات الطب والصيدلة، هما المسؤولين اللي كيخص التشاور معهم، هما الاولين اللي كيهمهم الامر، هما اللي فاهمين بالضبط اشنو كيخص في هذه الكليات ديال الطب في المستشفيات العموميه. كنطالبوا من الدوله المغربيه، كنطالبوا على انه يتم التوقيف ديال هذه الاجراءات التعسفيه، لانها اجراءات تعسفيه فعلا، لان الطلبه ما ارتكبوش جريمه. اللي كيناضل على حقه ماشي جريمه، الدستور المغربي بنفسه يعترف بحق الاحتجاج، بالحق في الاضراب، بالحق في النضال. والى كان النضال هو جريمه فنحن كلنا مناضلون وكلنا مستعدون للنضال الى جانب هؤلاء الطلبه. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.